فيما بعد. مساكم الله بالخير جميعا. جميل جدا التحية لهذه المشاركات الرائعة وهذا الحضور الجميل طلاب التحشير وطالبات التحشير. وهذا الأمر وهذا اليوم نحن حضرنا فيه هو يوم النمر العربي 10 نوفمبر عادة من كل عام حفاظا على هذا الموروث الجميل النمر العربي. أنتم تمثلون التعليم بصورة جميلة، أنتم تنشرون هذه الثقافة لأهاليكم لزملائكم زميلاتكم